إذن لأسبوع بأكمله وولاية تيزي وزو بداية من سلطاتها المحلية بمختلف مصالحها ومديرياتها الولائية ووصولا إلى 48 قرية بعين الحمام كلها وحدت جهودها استعدادا لاستقبال الموكب الجنائزي للزعيم التاريخي حسين أيت أحمد والوفود المرافقة له من مختلف ولايات الوطن، حيث تحولت ولاية تيزي وزو إلى ورشة مفتوحة شملت تنظيف تعبيد وطلاء الطرقات التي لطالما كانت منسية تماما من سجل الأشغال العمومية، ومثال على ذلك الطريق المؤدي إلى قرية المرحوم التي لم تعرف أشغال التهيئة منذ أزيد من 20 سنة. التغطية لصفية إبروتان. Nous sommes en train de placer les chapiteaux pour accueillir les visiteurs. On a créé deux commissions, la commission d'accueil, puis le service d'ordre. Donc, ce qui explique déjà la solidarité et ce qui explique aussi que la qima. إكسع المرحوم حسين يتحمل في الله يرحم إكسع قولون لي سيتويان ماشي من ولا يتحمل دي سالي استوار سي مونيمون هيستوريك سي لو ديرني بير دو لا ريفولوسيون موسى في رحم ربي نحضر نحضر الجنازه السهقاين وثمثنا نعين الحمام ثنو فدو كثيمورا ندير روح نوركزا كام قران يعني مسني روح راك نعين الحمام يروحوا كي جزائريين ما نكز مرادي نغيا داكين الجزائريين درقاز كفاحني وكاف المغرب دا احمد يستاهل اكثر بوان شتاكي دا احمد درقاز ام قران دا احمد وين العالم كومبلي اي تلو فلات